النهارده منتخبنا الوطني لكرة اليد كما كان متوقعا يعني كسب تونس في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ودي أصعب مباراة ممكن يواجهها منتخب مصر في هذه البطولة. كسبوا 29-27، مباراة كان فيها ندية كبيرة جدا، والمنتخب التونسي هو أقرب الفرق في القارة الأفريقية للمنتخب المصري، ولكن المنتخب المصري دلوقتي أفريقيا فارق جدا. المنتخب المصري هو يصنف من أكبر أربع منتخبات في العالم، فطبيعي يبقى واصل لنهائي البطوله، وطبيعي انه لما يوصل لنهائي البطوله ويلاعب كاب فيردي يكسب كاب فيردي في نهائي البطوله يوم الاثنين القادم ان شاء الله. كده كده منتخبنا الوطني في كاس العالم، خلاص ما فيش خلاف على ده، منتخب رائع، منتخب عظيم، خلاص يعني طموحاتنا معاه يعني احنا بنتفرج على البطوله ديت واحنا فرحانين بمنتخبنا، مبسوطين بيه وعارفين كده كده انه هيكسب. النهارده المباراه على فكره كان فيها شويه مطبات، بس عارفين انه هيكسب في الاخر. ليفل القاره الافريقيه، منتخبات القاره الافريقيه كلها رغم تاني وتالت، المنتخب التونسي من اكثر المنتخبات المحترمه في كره اليد في القاره الافريقيه، بس المنتخب المصري يتفوق طبعا، هيواجه كاب فيردي يوم الاثنين القادم ان شاء الله في نهائي البطوله. لعيبه كلهم رائعين، لعيبه كلها رجاله، لعيبه كلها مميزين، بحب قوي منظومه كره اليد، كنت بتكلم في الكلام ده من يومين، منظومه كامله متكامله رائعه جميله لطيفة، لا تشوف خناقات بين أهلي ولا زمالك ولا لاعبين أهلي ولا زمالك، ولا تشوف يعني ولا تشوف أزمة في اتحاد كرة اليد، ولا تشوف أزمة عند النادي الأهلي في كرة اليد ولا الزمالك ولا أي حاجة، عايشين في سلام ونجاح وبس. حضور الجماهيري كمان زاد جدا في المدرجات، وبقى في مساندة كبيرة جدا لمنتخبنا الوطني ولاعبي منتخبنا الوطني بشكل رائع جدا. طيب